لمعرفة سير عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية دورة أغسطس 2021 التي بدأت في 9 من الشهر الجاري، وقف كل من أمين الدولة في التعليم العالي مامادو غنا بوكر وأمين الدولة في التربية الوطنية صالح بورما علي برفقة عدد من مدراء الوزارتين وأعضاء لجنة تنظيم الامتحانات، وقفوا بمراكز التصحيح الأربعة وهي مركز الإعدادية الإنجيلية، ثانوية القلب المقدس، وثانوية ابن سينا، بالإضافة إلى مركز مجمع معارف الشديد التركي. ولاحظوا أن عملية التصحيح تسير بشكل جيد بمختلف اللجان وفق ما خطط لها. مررنا بأربع مراكز وكلها تعمل عمل جيد، وكل اللجان لها ترتيبات خاصة، وصراحة نحن مسرورين بما تقدمه لجنة الامتحانات. هناك أشياء جديدة ظهرت في التصحيح، منها أنه لابد أن تكون الورقة صحيحة وموثقة من قبل الونكس. كما استهدفت زيارة الوفد الوزاري مقر الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أونكس للاطلاع على سير عمل لجان السكرتارية وتشجيع العاملين بها من أجل إكمال المهمة الموكلة إليها في الوقت الذي حددته لجنة تنظيم الامتحانات لتعلن فيه نتائج المترشحين.